لا ما نسيت حبيبتي ما نسيت، بس انت اشوفك قاعد تجبلين علي وتدرين. ايش فيكم يا ناتو؟ وانت يا الخبله ايش مسويه؟ ها؟ ما سويت لك الخير. وانت شنو هاي مسويته؟ نقسم الحوش حبيبي. ريم تنطال عمرك، تعال تنطال عمرك. شنو تشوف اللي انا اشوفه؟ انا لقايك عنه طال عمرك. شنو مسوي؟ اغرب هذا شنو مسوي؟ شنو هذا؟ منو؟ عبالي قاعد تلعب. ومين قال لكم قسموا الحوش؟ اسال مرتك اللي ما تستحي وما تعرف السنع. انا ما اعرف السنع؟ يا اللي ما تستحي قلب جعده. انا ما قلت لك اني بسوي عزيمه عشان عرس بنت اختي، صح ولا لا؟ اي قالت لي عيل شوف مرتك اللي ما تستحي تبي تسوي ذكرى وفاه ابوها في يوم عزيمتي. زين ليش تسوين كذي؟ ليش؟ اي بسوي ذكرى وفاه ابوي الله يرحمه، ابو جندل شيخ الشباب، عسى الله يرحمك ويغمد روحك الينا، اللي توفى منذ 30 عاما في مثل هذا اليوم. بس هذا غلط، تسوينه غلط مو صح. لا مو غلط، ليش غلط؟ قول لها ختغير عزومتها بيوم ثاني. يلا يلا يلا. لا حبيبتي الحي ابقى من الميت وبعدين تقدرين تأجلين يوم ولا يومين، صح يا قلب جعدة؟ لا ماني مجلة، والله ماني مجلة. ايش حق أجل؟ تعالي يما عيارتك يما. انت الحين مو قلتي ذاك اليوم بنت اختي بالفريج اللي ورا صقال وطيران وهبان وعرست؟